مساء الخير عليكم. معلومة على السريع، من الأخطاء الكبيرة الاهتمام الزايد بتمارين المعدة، وده لسببين. السبب الأولاني إن كثرة التمارين مش هي اللي بتنشف المعدة. السبب الثاني إن كثرة التمارين على عضلات المعدة بتضعف عضلات الظهر القطنية أو أسفل الظهر، لأن العمود الفقري عند الإنسان عليه محورين رئيسيين لتقويته، أو ثلاث محاور: المعدة والخواصر وعضلات الظهر القطنية أو أسفل الظهر. فأنت لما بتتمرن زيادة عضلات معدة بكثافة زيادة بدون الاهتمام العضلات القطنية، عضلات المعدة بتكون قوية وعضلات الظهر بتكون ضعيفة، فده بيعرضك لإصابة عضلات الظهر. فلازم تكون معتدل في التمرين، تتمرن مرتين بالكتير أو ثلاث مرات، والتمارين مش كتيرة، ثلاث حركات كافيين لعضلات مثل عضلات المعدة عشان تبرز العضلة وتقوي العضلة. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انت تهتم بعضلات الظهر السفلية، ان انت تتمرنها كديدليفت او تمارين رفرفة الاكستنشن بتاعت الظهر العادية. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، الحاجة الاساسية لابراز عضلات المعدة، وهي انك تعمل دايت سليم عشان نسبة الدهون للعضلات نتقل، فبالتالي عضلات المعدة بتظهر. التمارين لابراز العضلة فقط وليست لظهور العضلة. ظهور العضلة لما الدهون تنزل المعدة هتبرز. اتمنى معلومة النهاردة تكون سهلة وبسيطة. مساكم سعيد.